فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هل اليأس من روح الله كفر أم كبيرة من كبائر الذنوب؟ هل ييأس من روح الله؟ هذا كافر، لا ييأس أحد من رحمة الله مهما كبرت ذنوبه ومعاصيه، يرجو رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما يعتمد الإنسان على الرجاء ليضيع، هذه طريق في المرجئة، لكن يرجو ويخاف، يرجو ربه ويخاف من عقابه، يرجو ثوابه ويعمل ويخاف، يرجو ثوابه ويخاف من عقابه. نعم.